أجرى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر صباح حفظه الله اتصالا هاتفيا بأخيه صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان سلطنة عمان الشقيقة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. نقل سموه خلاله تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر صباح حفظه الله ورعاه بهذه المناسبة المباركة، سائلا المولى تعالى أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات، ومتمنيا لجلالته موفور الصحة والعافية ولسلطنة عمان الشقيقة وشعبها الكريم كل تقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته. وقد أعرب جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان سلطنة عمان الشقيقة عن بالغ شكره وتقديره لسموه على هذه المبادرة الكريمة وهذا التواصل الأخوي المجسد لأواصر العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.